معي الآن نظيف دمشق ياسر الدوماني الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام. ياسر السلام عليكم. ياسر. نعم وعليكم السلام. أهلا بك ياسر، ضعنا في الوضع الميداني لتطورات العاصمة وريفها اليوم. نعم بالفعل، دعني أبدأ بتطورات المتحلق الجنوبي والغارات الجوية التي شنها طيران النظام على أكثر من منطقة. نحن نتكلم عن 14 غارة جوية ومتتالية على منطقة عدرا، أربع غارات جوية على مدينة زملكة استهدفت المنطقة والأبنية السكنية، خمسة غارات متتالية على حي جوبر الدمشقية بصواريخ فراغية، غارتان على مدينة دوما أدت بسقوط عدد من الشهداء، أيضا غارات جوية على أكثر من منطقة وخصوصا عين ترمة مع الاشتباكات في محيط منطقة الدخانية. طبعا استمرت حملة صواريخ الأجناد التي أطلقها الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام والتي تهدف لاستهداف المنطقة الرئاسية في حي المالكي واستهداف المنطقة الأمنية والعسكرية في حي المزة 86، سقطت عدة صواريخ. نحن نتكلم أيضا عن حملة مداهمات شنتها قوات الأسد على منطقة الميدان على أحياء تحت السقيفة. طبعا تلك الحملات مستمرة من حوالي 5 أيام وأكثر من وقت قيام فصائل الجيش الحر والثوار بعملية الميدان فجر الاثنين الماضي التي أدت إلى مقتل عدد من ضباط قوات الأسد. أيضا حي تشرين الدمشقي من حوالي أسبوع حتى اليوم يشهد اشتباكات على محور منطقتي الوحدات الخاصة وسوق الخياطين مع تقدم للثوار كما أظهرته الفيديوهات في المنطقة. طبعا مخيم اليرموك انفجر فيه اليوم عبوة ناسفة مع قطع قوات الأسد للمياه عن المخيم، ستة غارات جوية على جوبر واشتباكات على طول المتحلق الجنوبي. أيضا نتكلم عن مناطق أخرى تعرضت للقصف كمناطق الزبداني ومناطق أخرى تعرضت للقصف في القلمون، جرود عرسال وجرود نحلة وجرود فليطة والزبداني وبخعة وبراميل متفجرة على دروشة وخان الشيح وبلدة المخيلبية تعرضت للقصف واستهدفت مدينة دارية ببراميل متفجرة. نعم أشكرك ياسر الدوماني ناطق باسم الهيئة السورية للإعلام، كنت معنا من ريف دمشق.